مجلس الهيئة شاف أن الرزنامة تسمح بالتمديد في أجل قبول الترشحات، مكننا من التمديد لمدة 3 أيام أخرين. هذا يعني الغاية الأساسية هي إعطاء أكبر ما يمكن فرص للمترشحين من تقديم مطالبهم أولا، ومن استكمال خاصة بعض البيانات وبعض الوثائق. نعرف كل الصعوبة متاع التزكيات وخاصة تجميعها، ذاك علاش مجلس الهيئة بطبيعة الحال بدون مساس بالرزنامة أنه مكن من 3 أيام أخرين في تمديد في أجل قبول الترشحات، وهذا اللي حصل صادقة بصفة رسمية على هذا التمديد. نعرف كله أنه العدد صحيح باهي 891، ونعرف كله أن اليوم الأخير بشهادة إقبال كبير، نعرف هذا مثل اليوم الأول تقريبا بشهادة 300، لكن باش نعطوا فرصة أخرى. المدة هذه باش تسمح بإمكانية بتاع تقديم مطلب جديد أو استكمال أو تصحيح بعض الوثائق وبعض البيانات في خصوص المطالب الترشح. بالنسبة لنا احنا ننفذ في رزنامة، ما عندنا حتى علاقة في خصوص تدخل رئاسة الجمهورية بوصفها ماسك السلطة التشريعية في هذا المسار، وبالعكس احنا حتى كان لاحظت أن الهيئة منذ وأني كان هناك بلاغات أو تصريحات بإمكانية متاع تنقيح، كنا حاسمين في المواقف هذه وأنه لا يمكن لا قانونا ولا منطقا المساس بالرزنامة بعد المصادقة عليها، وهذا ما تم فعلا. نحن في إطار تنفيذ رزنامة كما وقع المصادقة عليها من طرف المجلس بطريقة قانونية بطريقة سيادية وباستقلالية تامة. مجلس الهيئة هو سيد نفسه في خصوص هذه كل هذه النقاط، والقرار السيادي هذا رغم يخضع حتى معناها سلطة متاع قرار خارجي عن الهيئة. الآن لا يمكن الحديث عن تعديل القانون الانتخابي، كنا حاسمين أن الهيئة لا تتعامل مع مجرد تصريحات باحتمال وقوع شيء، نحن نتعامل مع الرسميات، كنا واضحين في خصوص هذه النقطة. بعد المصادقة على الرزنامة وخاصة بعد البدء في قبول الترشحات ونحن في الأيام الأخيرة من قبول الترشحات، أعتقد أن الحديث عن تنقيح قانون انتخابي أصبح من الماضي الآن. هي مواقف، هم أحرار يصرحوا كما يشاءوا، لكن نحن من لنا السلطة أو الولاية العامة على المجال الانتخابي. نحن رزنامة صادقنا عليها بطور تنفيذها بطريقة قانونية، والسلطة والقرار السيادي دائما يرجع إلى الهيئة. هو المقاطعة في نهاية المطاف هو موقف، لكن نعرف كله أنه نظام الاقتراع تغير من نظام الاقتراع على القائمات والأحزاب إلى نظام الاقتراع على الأفراد، ونشوفوا ثم موجة كبيرة متاع مترشحين على الأفراد خاصة من خلال التزكيات. تصور أنت الهيئة وحدها فقط بدون البلديات قامت ب 500,000 تعريف بالإمضاء في خصوص التزكيات، وهو عمل لوجستي كبير وكبير جدا، معناها مؤشر أن باش تكون العديد من الترشحات. بطبيعة الحال احنا هذا ما يمنعش وأن المترشح ينجم يمارس راهو حتى الحملة متاعه على أساس انتمائه الحزبي. بطبيعة الحال هو نظام اقتراع جديد، كل نظام اقتراع هو بطبيعة الحال فيه سلبياته وفيه إيجابياته، سنرى في التطبيق ما هي الإيجابيات والسلبيات لهذا النظام. هو في كل مسار انتخابي توقع هناك بعض التجاوزات. كنت أحكي لك على 500,000 تعريف بالإمضاء قامت به الهيئة، طبيعي وأنه إذا بشت عندما تجد بعض العشرات وأنه فيهم تجاوزات، الأهم هو الحلول، هو التدخل السريع والناجع اللي قامت به الهيئة عبر البلاغات وعبر التذكير بالنصوص القانونية خاصة الرادعة واللي توصل العقوبة متاعها إلى 5 سنوات، باللقاءات اللي صارت ما بين وزارة العدل وما بين النيابة اللي قامت بفتح أبحاث حينية وصارت حتى إيقافات، مما أدى إلى الحد من بداية وجود ظاهرة متاع التجاوزات هذه. وقعت إيقافات في تونس في نابل، لكن حاليا ما ثماش معناها مؤشرات على كون وجود العديد من المخالفات والتجاوزات. هذا أمر عادي يوقع في البعض، لكن لم تعد ظاهرة عامة، ووقع الحد منها بطريقة معناها عادية بالتنسيق مع النيابة العمومية. القانون الانتخابي واضح، راهو قبل كان النص يتحدث على كل من تم ضبطه وكأنها الجريمة تلبسية، التنقيح الجديد جاء وأصبحت كل وسائل إثبات ممكنة، بمعنى وأنه راه يمكن بالفيديوهات بتصور بشهادة الشهود إثبات كل هذه الجرائم الانتخابية. فصل 161 من القانون الانتخابي واضح، لقاءات صارت كبيرة مع النيابة العمومية في خصوص التدخل السريع والناجع، وهذا اللي صار، ومش احنا الوحيدين اللي ندخلوا لحماية المسار. هناك محكمة المحاسبات، هناك المؤسسات الأخرى مثل البنك المركزي، مثل الديوانة، مثل البريد التونسي، اللي أجبرهم القانون وأنهم يعطوا للهيئة كله في مجال التدخل متاعه تقارير واضحة في خصوص خاصة مسألة التمويل
المال الفاسد وبدون حتى مجابهة الهيئة بالسر المهني. هذه هو نظام كامل، منظومة كاملة، وإن شاء الله راهي باش تكون رقابة حاسبة السنة لضمان شفافية المسار. العرقلة بالنسبة لنا احنا الهيئة دائما تكون موضوع متاع جدل وموضوع متاع تجاذبات اللي احنا في منأى عنه، على خاطر الأداء في نهاية المطاف هو الذي سيحكم، والتقارير هي اللي ستتحكم، قبول النتائج سواء كان سياسيا أو حتى قضائيا هو اللي مش يحكم. احنا راهي ثم ضمانات نخدم تحتها، ثم إعلام، ثم صحافة، ثم مجتمع مدني، ثم رقابة المحكمة الإدارية في طورها الابتدائي والاستئنافي، رقابة محكمة المحاسبات، هذه هي أكبر ضمانة بالنسبة لنا احنا في خصوص قبول النتائج في نهاية المطاف.